استاد القاهرة الكبير. منذ إحراز المقاولون العرب للقبه الأول والوحيد في مسابقة الدوري موسم 82-83 لم يخرج الدرع عن الثلاثي الكبير الأهلي والزمالك والإسماعيلي خلال 28 موسما. الأهلي صاحب المقام الرفيع في إحراز اللقب استحوذ على درعه المفضل 19 مرة خلال تلك الفترة، منها 8 مرات متتالية. أما الزمالك فقد أحرزه في 7 مناسبات آخرها موسم 2003-2004 مقابل مرتين نجح الدراويش في إخراج اللقب الأهم والأكبر لمدينة السمسمية خلال موسمي 90-91 و2001-2002. تعثر أضلاع هذا المثلث العملاق في الجولات الست الأولى وتفريطه في 21 نقطة حتى الآن بوقع 7 نقاط للأهلي من خسارة وتعادلين في 4 مباريات فقط، و6 نقاط للزمالك من 3 تعادلات في 5 مواجهات، و8 نقاط للإسماعيلي من 4 تعادلات. هذا التعثر فتح الطريق أمام إمكانية خروج اللقب عنهم لمصلحة أحد الأندية التي لم يسبق لها تذوق طعم التتويج به. تصدر حرس الحدود للمسابقة بعد انقضاء الجولات الست الأولى في ظل ملاحقة شرسة من نصر المقاصة وعدم تعرض الفريقين لأي خسارة حتى الآن، يفتح الطريق أمامها للدخول في زمرة المتنافسين على لقب المسابقة في موسمها السادس بعد 50، إلى جانب الثلاثي الداخلية وإمبي وطلائع الجيش الذين قدموا أداء ونتائج مبشرة. في السعودية فتحها نادي الفتح المغمور في الموسم قبل الماضي وتوج بلقب دوري المحترفين على حساب الخماسي الكبير الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب. وفي المغرب نجح المغرب التطواني في الظفر بأول لقبين له في آخر 3 مواسم بدوري المحترفين، فهل يتكرر هذا الأمر في أرض الكنانة خلال هذا الموسم الاستثنائي؟